السلام عليكم. قديما كان هناك 3 أصدقاء يمشون ليلا في الطريق، فشاهدوا رجلا يحفر في جانب الطريق. فقال الأول لأصحابه: أرى رجلا يحفر في جانب الطريق، لابد أنه قتل أحدهم ويريد دفنه في هذا الليل. قال الثاني: لا، هو ليس بقاتل، لكنه شخص لا يأتمن الناس على ماله فيخبئه هنا. فنظر الثالث وقال لهم: لا هذا ولا ذاك، إنه يحفر بئرا للماء وهو رجل صالح. كل شخص يفترض في الناس ما فيه، فالصالح يرى الناس صالحين، والطالح يراهم بعينه. يقول المثل: كل إناء بما فيه ينضح. فلنحسن الظن بالناس كما نتمنى أن يحسن الناس الظن بنا. يومكم سعيد.